اللي كيتواجد بين منطقه اقصر ايده وتنان مورا باراديس فالي ب 7 كيلومتر. كاين عندنا لي زاكسي بيسين لي شومبر لي كواد لي اكسكسيون اون كواد عند الله الانشطه اللي عندنا بالنسبه اثمنا ا بارتير دو 300 درهم لي شومبر باش كيبداو ا بارتير صارت كيكونوا بالنسبه لي ويكاند و الايامات العاديه تيكون الانيماتور معنا هنايا كيدير الانيماسيون بالليل و تيدير سبيكتاكل. ايوا ضروري مسافات الامان الاحتياطات ديال الكوفيد راه ضروري نستعملوهم بالنا لمسافات الامان ولوبيرج كنعمرو 50%. ايوا ضروري من التعقيم من الشومبر بالنسبه للمسبح كل نهارين نهار الا كنبدلو ليه الماء كامل. هاد المنطقه هادي سيدي كتواجد في اقصري اذا وتنان الطريق اللي كتدي الايموزات. مرحبا بالجميع داخل الوطن وخارج الوطن. ايوا وكنتمنوا من سيدي ربي يحيد علينا هذا الوباء ان شاء الله، حيت واخا هكاك الخدمه قليله وسميتو الناس مخلوعه والله يحسن العوان. كاين الناس اللي مازال ما خداماش عامين هذه، الله يدير شي تاويل ديال الخير. لكم امين. دونك بالنسبه كما هو معروف لوبرج لو ريفوج اللي كيتواجد باقصري ايموزار معروف تقريبا دابا على صعيد سبسماسه، الناس كاع كتعرفوا الناس اللي كيجيو من الخارج، الناس اللي كيجيو من الشمال الدار البيضاء الرباط مراكش، اون فوا كيجيو لاكادير ضروري يزوروا هذه المنطقه. بالنسبه للوبرج كيستقبل العائلات على طول السنه، كاينين دي شومبر كيبداو من 300 درهم دوبل 300 درهم حتى 500 درهم لي دوبليكس كتهز تقريبا واحد 4 5 الناس. كاين دي شومبر ثاني تريبل وديال 4 الناس. بالنسبه لي جون كنستقبلوا لي جروب سكولير لي جروب بيان سور كيكونوا كتكون لانيماسيون بالليل. اون فوا كيكون ان جروب هنا وكتكون كيكون ان جروب كبير راه ضروري كدير لي لانيماسيون باش كيدوز لا نوي ديالو بلوس العشاء الفطور ديالو كومبلي تو كومبري. وبالنسبه ل كاين ثاني واحد لا سميتو لا جورني كاين ثاني لزاكسي 30 50 درهم 30 درهم فيها لا بواسون اللي ما غيعومش و 50 درهم بالنسبه للكبار والصغار اللي غيستعمل لا بيسين. كيدوز لا جورني من 10 الصباح حتى 7 العشيه. وبيان سور كاينه لا كويزين ماروكين لي سالاد طواجن لي غرياد وداك الشيء تبارك الله راه نقي والناس راه كتعرف اللغه فيجرا كيهضر على راسو دونك ما يحتاجش انني نشكره ولا كذا، راه الناس كيشكرونا الحمد لله وكنحاولوا دائما اننا نكونوا في المستوى راك عارف مع الناس تبارك الله. كيفاش كتعاملوا مع الناس؟ بيان سور راه بيان سور كوفيد ضروري تلتزم بالتباعد وبالتدابير الصحيه. كاينين الاماكن كاع متواجده فيها دوك المعقمات ايوا الناس اللي في لاكويزين والمسائل الناس اللي خدامين معنا هنا راه كيديروا الكمامه ديالهم. بالنسبه لكليون ضروري يحيد الكمامه الا غيعمرها ما هادشي اللي كاين. دونك مرحبا بكم لو غوفيج راه كاين في اقصري ايموزر.
أكاديري داو تانا. أنا سائحة مغربية جيت من مدينة أكادير، جينا لهذه المنطقة لسبع الإيموزر داو تانا، واحد لوبيرش سميتو لو ريفوج. في الحقيقه هاد لوبيرش عجبنا بزاف، واول مره كنجيو ليه وصراحه اكتشفنا يعني جانا في المستوى رائع جدا. يعني بالنسبه للاداره عندهم تعامل مزيان، بالنسبه للبيرسونيل ديالهم في التعامل، يعني لا بالنسبه للمسبح ولا بالنسبه للغداء، يعني كل شيء عندهم في المتناول، كل شيء التعامل مزيان. بالنسبه للاسمنه، الاسمنه في المتناول، يعني في الطبقه المتوسطه ممكن الانسان ينخرط يعني ويجي لهذا لوبيج يقضي مثلا واحد يومين ولا ثلاث ايام. والصراحه كدايرين واحد لوفخ زوين، الا قضيتي مثلا اكثر من يومين ولا ثلاث ايام كيعطوك الفطور مجاني في الحقيقه. وبالنسبه للمسبح النظافه ديالو رائعه، لحقاش هما من بعد ملي كيساليو ابري 19 كيديروا التريتمون ديالهم. وبالنسبه لي شومبر الصراحه مزيانين متسعين، يعني كاع داكشي اللي كيحتاج الانسان كيلقى راحته هنايا. وانا كنشجع المغاربه من يعني في سواء المغرب ولا خارج المغرب ان فوا يجيو لاكادير او لا. الصراحه حتى حنا ما كناش عارفينه، ولكن سولنا وشفنا في الانترنت. يعني كنشجع المغاربه يجيو، راه هو كاين في طريق إيموزر إداو تنان، تفوتوا الما غادي تلقاو هذا لوبيرج سميتو لو ريفوج، وصراحه غادي تقضي اوقات ممتعه ما غاديش تندموا عليها. انا كنشجع جميع المغاربه وشكرا. سيزا من مدينه الرباط، جينا لهنا لاول مره وما غتكونش اخر مره، جينا وعجبنا بزاف بزاف بزاف. جينا النهار الاول وعاودنا رجعنا المره الثانيه هذه في نفس الاسبوع باش عجبنا اكثر، رجعنا في نفس الاسبوع وما غتكونش اخر مره ان شاء الله، مازال غنعاودو نرجعوا ليه. استقبال زوين، الناس ظريفين، الناس معامله طيبه عندهم، وناس يعني يستاهلوا نجيو عندهم ونعاودو نرجعوا. كنتمنى المغاربه كلهم يجيو يشوفوا بحال هذه المناطق هذه ويشجعوا يعني حتى الناس ديال هنايا على هذا الشيء هذا باش نزيدوا به القدام. هذا الشيء زوين وكيفرحنا وكيعجبنا الحال ملي كنجيو نشوفوا ناس بحال هادو كيديرين شي حاجه بحال هذا الشيء في مناطق اللي هي بعيده على الحضاره وبعيده على المدينه الكبيره. شي حاجه زوينه، كتحس براسك راك في شي بلاصه من غير المغرب. كيعجبنا الحال في الحقيقه، وكنتمنى بزاف يكونوا بحال هكا ماشي غير هنايا. وهذا الشيء اللي كاين وكنتمناكم تجيو تشوفوه باش غتاكدوا من الهضره اللي كنقول، لا شي حاجه زوينه غتعجبكم. بالنسبه للعائلات اللي بوليداتهم صغار كبار، ناس كبار، لكل شيء كل شيء يمكن اللي يجي هنا. انا جيت من الرباط وعرفت، لان انا كنجيو حنا ما تنجوش داخل المدينه، كنجيو كنبغيو نشوفوا شي حاجه اللي هي خارج المدن. ومنهم هاد البلاصه، كاينين بلايص اخرين ولكن هذا عجبني اكثر. مشينا لبلايص اخرين بلا ما لا داعي نذكروا الاسماء، هذا عجبنا اكثر. يداو سنان لوبيرج فيه غزال 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 غزال، وهذا الشيء اللي غنقول لكم كنتمناكم تجيو ان شاء الله وتكتشفوه بنفسكم. معكم ايمان من مدينه الرباط، جينا لهاد لوبيرج هذا كاين في اكادير إداو تنان. لوبيرج زوين، الاستقبال عندهم زوين، الخدمات عندهم زوينه، استمتعنا. جلسنا عندهم هنايا بيوتا ديال المبيت، بتنا حتى هنايا، عجبنا الحال بزاف، كان الجو رائع، كان في الليل كيديروا انشطه، يعني بنادم كيتوانس، داك الشيء زوين، فرحنا ونشطنا. لوبيرج زوين، الناس ديالو الاثمنه مناسبه لكاع الناس، يعني اثمنه في المتناول، التعامل في المستوى فوق المستوى. الناس تبارك الله اول مره كنجي ليه، حنا اكتشفناه وعجبنا الحال وجلسنا فيه وماشي اخر مره ان شاء الله. بطبيعه الحال انا جيت من الرباط وكنتمنى الناس يجيو من كل منطقه من المغرب وحتى من خارج المغرب ان شاء الله. هذا لوبيرج يستاهل تجيو تشوفوه، فيه داك الشيء زوين، فيه لانيماسيون بالنسبه للوليدات بالنهار، في لابيسين فيه مسابقات، فيه يعني ما كتحسش كاع بالملل ولا داك لابيسين العادي ولا هذا، الوليدات كيستمتعوا، جبنا وليداتنا معانا، كان الجو زوين ورائع، ما سخيناش كاع نمشيو. الله يجازيك بخير.